مستنيني، انت بتجري بسرعه قوي. انت ليه ما حددتش عليا زي ما طلبت منك المره اللي فاتت؟ ما ترد عليا. انت حتى لما رجعت ما قلتليش ايه اللي اخرك ده كله. اصل انت المره اللي فاتت طولت قوي. ده انت حتى لما رجعت ما قلتليش ايه اللي غايبك عني المده دي كلها. كنت بعمل ايه وانت مش موجود؟ انا كنت بفضل غير هدومي. كنت عايز اشوفك عشان لحظه زي دي، بس بترجع. كنت عايزك تساليني وانت حايل عليا. كان نفسي الوقت اللي عدى يقسيك عليا وقت يخليك تنسيني. كنت خايف لو رجعت وبصيت في عينك اضعف، بس اول ما خدتك في حضني حسيت قد ايه بقيت غريب عنك وبعيد. حسيت براحه وقلت كده احسن. احنا غيرهم يا حسن، صح؟ احنا ما خلقناش اغراب. احنا مش قصين يا حسن. رد عليا. نفسي بقالك بعيد يا ولدي. حسن الدنيا شتا والدنيا برد. ازيك يا باشمهندس حسن؟ ازيك يا ست ورد؟ ايوه ايوه. امال ايه؟ انتوا تحبوا وانا يطلع عيني في المشاوير؟ لا هو هاتوا بسلطه، لا هاتوا من غير سلطه. زعلان من نفسي قوي وزعلان عليها. زعلان علينا سوا على ايامنا اللي راحت. من يوم ما غبت عنك شفت من الدنيا اللي ما كنتش شايفه وانا معاكي. شفت شر مالوش اخر. شفت ناس بتتنفس ظلم. ناس سرقت مني كل حاجه حلوه عشت بيها. وعملت مني واحد تاني خالص. واحد ما تعرفهوش ولا انا بقيت اعرفه. احنا مش لبعض يا ولد، احنا مش لبعض، احنا مش لبعض. انا كنت عارفه انك مخبي حاجه. اول مره في حياتي اخاف كده. خايفه عليك اكتر من خوفي على نفسي. رايح لمين يا حسن وسيب؟ مين في الدنيا دي ممكن تعشقك زي انا؟ طب كنت قولي اخر حاجه في عمري كنت عايزه اسمعها عشان اطمن ان في حد هياخد باله منك بعدي. حسن انت رايح ومش راجع، سايبني هنا لوحدي من غيرك.
سايبني للدنيا يا حسن. غصب عني يا ولد ما عادش ينفع بجنبك، انتي اخر حاجه نضيفه في دنيتي، خليكي بعيد احسن. يمكن لو مكتوب لنا نتقابل تاني اشوف في عينيكي دنيا زمان، الدنيا اللي خدتني وراحت معاها، خدت حسن تعرفيه، حسن اللي عشق بكل روحه وجابك لك واحد تاني ما يستهلكيش ولا يستاهل حبك. يا لهوي يا عم نطرة، أول مرة أشوفها بتشتي كده. دي نطرة نازلة عمالة ترخ 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 ترخ، مش عايزة تهمل خالص. إيه؟ عم جمعة، يا عم جمعة، يا عم جمعة عبرني. إيه في إيه؟ في إيه؟ في إن السميد بتاعي نشف من كتر البرد، وبقالي ساعة قاعدة بكلم روحي. ايه يا عم جمعه؟ اللي يشوفك وانت قاعد شارد كده ما يقولش ان الاوضه بتاعتك فاضل لها شبرين ميه وتنفذ على الملح. مش عاجباك الاوضه سيبيها. لا عجباني قوي، دي على عيني وعلى راسي كمان. بقول لك ايه؟ ناويني السبحه اللي في ايدك دي ترجمها لي. لا 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 مش نافعه خلاص. هي مش عايزه تلضم روحها. ايه تلضم روحها دي يا عم جمعه؟ هب بس انا هعرف اعملها ازاي. ادهاني. قلت لك مش هينفع. سما زعلانة، ألطف يا رب ألطف. أسمر وطبعه الدلع يا عيني، بهوه وملباخ فيه. إيه ده؟ ده مفيش صراخ ابن يومين على المحطة. يا نهار أبيض، إيه ده؟ من الهنال دي؟ ده احنا رايحين، ده نوم أسود ومش طالعة له شمس. يا ست، ستة اللي قاعدة، مفيش تراب جاية يا ست. يا ست، ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 بقى. الله 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 الله. يا ست، انت يا ست، ست. بسم الله الرحمن الرحيم. عبيت عبيت، مصيبه يا ريس، مصيبه. مصيبه ايه يا بيوم؟ بس تعالى بس وانت هتشوف. تعالى طول بتهول كده. هول ايه بس؟ ايه في ايه؟ وريني يا سيدي، ده احنا وصلنا الرصيف. في ايه؟ اهو اهو اهو. ايه؟ انا مش شايف حاجه. اهو يا ريس، اهو على الكرسي. ايه ده؟ طب تعالى تعالى. طب هروح انا ابلغ البوليس يا ريس. روح ورد. استغفر الله العظيم. مش هتراجع، مش هتراجع. استغفر الله العظيم. مين؟ لف لف افتح لي. انا اسفه يا مدام ان انا نزلتك في نصاص الليالي كده، بس الواد تعبان ومش عارفه اجيب له ادويه. اخر فلوس معايا اديتها للدكتور. ما تعرفيش ابوه ما بيردش عليا ليه؟ اخبار سي حسن ايه؟ هو ما بيردش عليا ليه خالص؟ اهي يا باشا، اهي يا باشا المقتول، اهي يا باشا. شيل ايدك يا جدع انت. انت يا جدع انت بتنيل ايه؟ انا نازل المحطه يا باشا. طيب روح كلمنا الطب الشرعي لما نشوف دي ماتت مقتولة ولا ماتت طبيعية ولا ايه. يا لهوي يا لهوي، ما تبعوحي. ما تسيبتش. احكي لنا ايه اللي حصل. والله ما اعرف يا سعادة الباشا. ابو يوم اللي شغال معنا في المحطة هنا جه قال لي
الحق في مصيبه على الرصيف جدات. تعرفها؟ خطيبه ابن اختي. اه. طب كانت بتعمل ايه هنا دي؟ كانت مسافره راجعه من السفر معاها حد لوحدها. كانت بتوصل قطر عشان مسافر. وانا افتكرت انها مشيت من ساعتها. بتوصل ابن اختك؟ ايوه يا باشا. انا قلت تروحوا. يعني اخر حد شافته كان ابن اختك. طيب انت شفتهم مع بعض؟ يعني لو قاعده من ساعه ما مشي يمكن يكون عمل لها حاجه. لا يا باشا. لا. حاسس انه يمكن يزعل ورا. يروحوا يا باشا. روحوا من جوه. روحوا من جوه. وحسن بيه ده فين دلوقتي بقى؟ الله اعلم يا باشا. طب يلا يا ابني انت هو اعمل الكردون حواليها ونشوف الموال ده اخرته ايه؟ يا نادية. ايوه يا ماما. ايدي مش فاضية. انا عارف يا بنتي ان ايدك مش فاضية. قومي سيبي اللي في ايدك ده، اعمليه بكرة. ما ينفعش يا ماما. الطلبية دي متأخرة عن الناس ولازم تخلص الليلية. وكل شوية النور عمال يجي ويقطع. أنا مش فاهمة بس أنتِ مشيتي البنات ليه؟ هو كفر يعني يا بنتي؟ شايفة الدنيا مزحولة بره إزاي؟ خدي. حطي الكسوة بتاعت أخوكي في أوضته. حبيبي يا ابني، لحقت شمال لي عيني منك. يا عيني عليا. لو ليا بس نص الحب والحنية دول، إنما نقول إيه بقى؟ بس حسن واخد الحب كله لوحده. حسن ده حبيب أمي. ربنا ما يحرمني منه يا رب. كلمتي وردي في التليفون؟ شكلها رجعت من السنتر على البيت من بره بره. يا اختي ده ايه البرد ده؟ يا اختي وده مين ده اللي جاي لنا دلوقتي؟ استر يا رب. طيب طيب بالهداوه. خير يا بيوم؟ جمعة اخويا جرى له حاجة؟ خير يا ست أمينة. الرئيس جمعة بخير الحمد لله. أمال في إيه يا عم بيوم يا طنطا؟ الأضلة ورد. مالها؟ نادي العوايد سالكة أنا مالك يا عم بيوم. إيه إيه؟ كتير يا أم حسن. أمني عليك يا ولد يا ما تقلقيش يا أم حسن. ما تقلقش إزاي معلش ما عليك فحناك من النوم. لا أنا مستنيك في المحطة أهو. خير يا ام حسن ان شاء الله خير. شاهد بس يا دكتور الله يبارك لك. ماشي يا ام حسن. جمعه جمعه بنت جرى لها ايه؟ ابوس ايدك يا اهدي استهدي بالله يا حاج استهدي بالله. لا اله الا الله. ابوس ايدك يا باشا برد قلبي اشوفها بس. حاضر حاضر يا حاج. انت امها؟ انا امها. يا باشا دي والده حسن حسن الظالم. حسن ايه جرى له ايه يا وراخ؟ لا مش عايزين صداع بقى مش ناقصه. طب حسن انا شفته وهو بيركب سافر بالسلام. هو في ايه يا خالد؟ ما تفهمنا في ايه حضرة الظابط؟ خدهم على اوضتك يا حاج لغايه الدكتور ما يجي. يلا يا حاج ما دام اخوك على الاسم نكمل الحوار هناك. حاضر يا باشا. يلا يا مين. يلا لا مش هتنقل من هنا قبل ما اطمن على ورد واشوفها. يلا بس يا شاي يا ابني هات لي شاي. يلا يلا يا امينه. يلا بس هات لي شاي. يا رب يخليك يا جمعه. ابوس ايدك يا اخويا. يلا عايز اشوف ورد. النبي يا جمعه ورد ورد. يلا يا نادي. يلا يلا. خير يا صالح؟ في جديد؟ كنت عايز اقول لسعادتك يعني يا ريت تراجع نفسك قبل ما توافق. تفتكر في عندي فرصه للاختيار يا صالح؟ هتخسر كتير كتير بالموافقه دي. كده خساره وكده خساره. ما هو لازم يكون في حل تاني سعادتك. مش معقوله بعد كل اللي عملته. حسن الرشيدي. ايه؟ ايوه حسن الرشيدي مفيش غيره. طمنا يا ست ام حسن خير ان شاء الله.
ان شاء الله خير. ها حاجة قولي لي بقى حاجة، تعرفي ايه عن ورد؟ بنتي. زي بنتك يا حاج، عارف عارف والله، وعارف كمان انك ام الجدع اللي سابها مرميه كده وهج. بس انا كنت عايز اعرف علاقتكم ببعض ايه بالظبط يعني. حسن وورد متربيين مع بعض وبيحبوا بعض من زمن الزمن، كان هو ظنايا ابن سبعه وهي كانت بتحبي على ايده. بتحبي على ايده؟ اه يعني انتوا جيران ولا قرايب ولا؟ معلش يا حاجه وضحي لي، الله يبارك لك اكتر. بس جيران بس. بس زي بنتك عرفت يا حاجه وعهد الله. لا اله الا الله. طب هو وامها فين؟ امها الله يرحمها سابتها لي وهي حته لحم حمرا، خدتها في حضني. ابوها من ساعه الست صفيه ما ماتت هو سايح في البحر، ورد كانت في حضني طول عمرها في حضني، ما خطرش على بالي انها هتسيب حضني الا الحضن حسن. حضن ربنا اوسع من حضن عبيد. ايه يا حاج؟ انت كان نفسك تطلع درويش ولا ايه؟ ما تساعدونا يا اخوانا، انتوا مش مقدرين المصيبه اللي انتوا فيها. مصيبة ايه؟ هو في مصيبة أكتر من كده؟ البت راحت والواد راح، في ايه تاني؟ لا في أكتر من كده يا حاج، ما عرفناش حسن راح فين وعمل ايه في بنتك؟ يا باشا ما قلنا لحضرتك مفيش حاجة من دي حصلت، كل الحكاية إن حسن اختفى، واختفائه ده غريب جدا وبيأكد إنه عامل مصيبة. سعادة الباشا حسن، حسن طول عمره بيسافر، ده ما بيبيعيدش في سيره أسبوع واحد على بعضه. حسن له سنين رايح جاي على السكة. ايوه بس مش كل مره بيسيب وراه جثه. جثه؟ طب وكتاب ربنا طاهر حسن ابني ما عمل حاجه يعني؟ البنت راحت وهو كمان راح؟ ما تقول له يا جمعه، قول له يا جمعه حسن ما انت بس عشان صحتك انا بتصل بيوم في رايي اكيد هيجي يا خير. يا باشا وحياه اغلى حاجه عندك تسيبها، انا عارف ان ده شغلك بس ارحم. اخويا ربنا يرحمنا كلنا ويغيرنا مننا على خير. يا ترى انت فين يا حسن؟ راح على فين يا خير؟ ايه بس يا دفعه؟ هغطي وشها؟ ما هو حرام يا دفعه، حرام نسيبها مكشوفه للطال. ما تجيبلناش الكلام من الباشا يا جدع، الله يبقى مننا. طب الله يرضى عليك. جرى يا اخويا انت وهو واقف على النفسه تحت بيتكو؟ لازم تعرف كلام منك له. انت جدع انت، تعالى هنا. خدامك يا سعاده الباشا. الاكل فين يا ابني؟ اتفضل يا باشا. والله يا باشا والله انا كنت بغطي وشها. استغفر الله العظيم يا رب. هو ده الاكل انت جايبه لي؟ تشتغل هنا. ايوه باشا ايوه باشا شغال هنا شغال. انت هتستعبط؟ بقول لك شغال ايه؟ اه فهمت يا باشا، انا معاون الرئيس جمعه ومحسوبه يعني. وغير انك معاون الرئيس جمعه ومحسوبه؟ ها؟ المنظم مش واخد باله يا باشا. تعرف ايه عن حسن رشيد؟ وعلى الحرام من ديني، لو اتكلمت زيهم لرميك في الحجز، انت مش حامل بهدله؟ يعني هقول ايه يا باشا بس، والكعبه الشريفه والكعبه الشريفه انا ما اعرف اي حاجه، بس اقول لك حاجه يا باشا، هقول لك الباشمهندس حسن ده يبقى ابن اخت الرئيس جمعه. اه والصراحه يعني الحق لله هو راجل، راجل كله مرجله، ما يتخيرش عن سعادتك يا باشا. الله يطول لك يا روح. اخر مره شفته كانت امتى؟ كنت رايح اجيب له قيمتين، قابلته جاي هو الله يرحمها الابله ورد. لا في سؤال صغير يا باشا ممكن اقوله؟ ينفع الواحد يعني يموت وهو قاعد على الكرسي؟ وانت مال اهلك؟ لاحظت عليهم حاجه؟ قافشين مع بعض، متخانقين، مزعلها. عمري ما شفتهم زي النهارده. ازاي بقى؟ قول. باشمهندس حسن كان مساهم كده وعينه طوالي،
والله يرحمها بقى الابله ورد. كان ازاي اللي هتعيط؟ بس ربك والحق انا رميت عليهم السلام وما ردوش وسحب على جوه. انا قلت يعني يمكن يكون زعلان مني. انا مالي يا ابني بحكايتك ما تخلص. وبعدين ولا قبلين يا باشا رحت جبت اللقمتين وجيت ما لقيتهمش. لازم يكون عمل لها حاجه هو يا غيره. غريبه يعني واحده بالحلاوه والرقه دي تموت كده من غير سبب. الدنيا مليانه بلاوه يا باشا. ربنا يعينك يا باشا. وانت قوت حضرتك ايه بقى عشان تقعد تسمرني وتحكي معايا؟ امشي يا عم من قدامي. روح يا ابني لنداي اسمها سامي ناديه دي ناديه. حاضر يا باشا. يا رب أني ماليش غيرك. ما تردليش يا رب وأني في بيتك. أنت جالك اللي أوحش مني وما رديتوش مكسور الخاطر. أني مش طالب من خيرك فلوس ولا قوة ولا صحة. أني مش عايز أي حاجة. أنا عاوزك تاخد نفوخي. عاوز أنسى. عاوز أنسى اللي حصل لي وجرالي. يا رب أنا ماليش ذنب في اللي حصل لي. أنا غلبان. يلا بقى يا ابني. لا مؤاخذة يا عم الشيخ. هو انت ما شفتش حسن؟ لا يا ابني ما شفتوش بقى لمدة. اصل كان المفروض يجي وما جاش واني انا خايف انام لوحدي ومش عارف اعمل ايه. معلش يا ابني الغايب حكيته معاه. ترجع امتى يا حسن؟ اركع بقى. أنسة نادية. أنسة نادية. خير يا فندم. شوف لنا كرسي يا ابني للأستاذ. اتفضلي يا أنسة. اتفضل يا استاذ. خير يا فندم. انيسه ناديه انت استاذه متعلمه وبتفهمي. عرفتي حاجه عن اخويا حسن؟ وانا جايبك بقى عشان تكلميني عن حسن. يا فندم والله العظيم هقول لك اكتر من تاني. ما حدش فينا يعرف مكان حسن. ازاي يعني يا استاذه؟ رامينه كده؟ يا فندم احنا عمرنا ما احتاجنا نسال عليه. هو دايما اللي بيسال وبيقلق وبيطمن. انما احنا لا. وارجوك بقى اقدر اللي احنا فيه. وعلى فكره احنا عاوزين نوصل له قبل منك. الله اعلم بيكون حصل له ايه هو كمان. يعني ما تعرفوش عنوان في مصر؟ تليفون؟ لما بتحتاج له بتعملوا ايه؟ كان بيكون هنا قبل ما بنحتاجه. لا يا شيخ. طب بصي بقى يا استاذه. استهدي بالله كده وفكري. فكري في اخوكي. فكري في الغلبانه دي، هي مش صاحبتك. يا فندم. يا فندم ارجوك قدر اللي احنا فيه. أنا أختي ماتت وأخويا مش عارفين نوصل له وتليفونه مقفول.
حضرتك كل اللي همك تقفل قضيتك وتروح. عايز تدور على الحسن اتفضل، محدش منعك، بس محدش هيقول لك اكتر من اللي تاني. وادور عليه فين؟ افتح المندل؟ ما لازم حد فيكم يعرف حاجه، امه واخته وخاله. بصي بقى، طول ما فيش غيركم قدامي لا هرتاح ولا ترتاحوا ولا ما تتكلموا. يا اما تشاوري على حد بقى يقول لي حاجه عن حسن. في واحد بس هو اللي ممكن يكون عارف مكانه. فاكر كده بتحمي نفسك، بتضحك على حالك اكتر من اللي بيضحكوا عليك كل ليله عزوز. المكتوب مكتوب ومنهوش هروب، وساعتها محدش هيقف جنبك، لاهلك ولا حبك ولا حتى حسن. حسن اللي حطك قدام نفسك وجري. يا ترى كان قصده ايه؟ قصده ينجيني فعلا؟ ولا قصده يبعدني؟ قوم يا جمعة، قوم روح الناس بتوعك، ملهمش لازمة دلوقتي غير حرق الدم، كلها شوية وصيت بسرعة يجي ونفهم، يلا روحهم عشان يرتاحوا. ارتاحوا؟ بتهيألي بعد اللي حصل النهاردة، محدش هيرتاح يا باشا. اللي حصل ده مش طبيعي خالص يا جمعة. كلمة ربنا بينزلها على خلق كبيرهم وصغيرهم سبب واحد، القدر. ونعم بالله. بس يعني ايه سبب بقى اللي حصل ده؟ العش، ورد عشية العش. عشية ايه؟ العش، عش الغدف سبع سما لحظة نزل بيها لسابع أرض. اللوم لا عليها ولا على حسن، بالعكس الحسرة على الاثنين. وقف على أعتاب لقائها في تردد، سكت الصمت حتى ارتقى فراغا فسمع صوت أنفاسه. كان شهيقه همسا مخيفا وزفيره كصوت الرعد. رفع يده اليمنى ومدها سنتيمترات للأمام، قبض في حنان كاذب وشوق قاتل على كفيها. نظر في عينيها وهمس مرتعشا، احنا مش لبعض. بقول لك يا دكتور، الله يبارك لك، خلصنا. انت هتروح مني يا نادي؟ عايز قضية ولادي. طب اكشف الحاله الاول يا فندم. ايه؟ اكشف الحاله الاول. تكشف يا دكتور من الجثه قدامك ايه؟ يلا دكتور بقاء لله. والله العظيم العوائل سليمه يا رب. انت كنت هتجيب معايا في المصلحه دي؟ هصبحك. يلا بس يلا خلصنا دكتور. تعالى
هشيل الجثه دي. جثه ايه؟ جثه ايه؟ يا شباب تكشف عليها يا دكتور. كشفنا يا حاج. استنى يا ابني. استنى ما تاخدوهاش. يلا يا ابني. رد عليا يا ورد. ورد. لا حاجه. لا حاجه. هاد الله يا حاج الله. استنى. حاضر يا دكتور. بسرعه.